علاج شيب الشعر، هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. السلام عليكم حبيباتي، وأهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم إحدى أقوى الوصفات التي ستساعدك كثيرا على علاج شيب الشعر أو الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا. ستحتاجين كمكون أول في هذه الوصفة الخاصة بعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض إلى المريمية أو السالمية، وهي تكون على هذا الشكل. فالسلمية أو المريمية تعد من بين المكونات المفيدة جدا لعلاج مشكل شيب الشعر أو الشعر الأبيض، وكذلك ستساعدك على تقوية الشعر وعلاج مشكل تساقطه وتقصفه. وستحتاجين كمقدار من المريمية أو السلمية في هذه الوصفة الخاصة بعلاج مشكل الشعر الأبيض إلى ملعقة كبيرة من مسحوق المريمية. أما المكون الثاني الذي ستحتاجينه أيضا لعلاج مشكل الشيب المبكر أو الشعر الأبيض فهو البن أو مسحوق القهوة. فهذا المكون فهو جد مفيد لتغطية الشعر الأبيض باللون البني، وستحتاجين كمقدار من القهوة أو مسحوق البن إلى ملعقة كبيرة من القهوة. فأيضا القهوة ستساعدك على علاج مشكل تساقط الشعر، وأيضا ستساعدك على تكثيف الشعر أيضا إذا كنت تعانين من مشكل ضعف نمو الشعر. أما المكون الثالث فهي الحناء، فالحناء أيضا تعد من بين المكونات المفيدة جدا والفعالة في علاج مشكل الشيب أو الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا. وستحتاجين كمقدار من الحناء في هذه الوصفة إلى 2 معالق كبيرة من الحناء، وإذا كان شعرك طويل وكثيف فيمكنك مضاعفة هذه الكمية بالنسبة للشعر الطويل والكثيف. أما المكون الأخير في هذه الوصفة فستحتاجين إلى البابونج وكذلك حبة واحدة من البيض. فالبابونج يعد أيضا من بين المكونات المفيدة جدا والفعالة في علاج مشكل الشعر الأبيض أو الشيب المبكر، وذلك لأنه يعطي للشعر الأبيض لون مغموق يشبه اللون البني، ولهذا فهو جد مفيد وفعال في هذه الوصفة. أما البيض فستحتاجينه لإعطاء القوة واللمعان للشعر، وستحتاجين حبة واحدة فقط من البيض في هذه الوصفة. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الإشراق وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، وشكرا جزيلا لك. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة. تقومين بأخذ إناء ثم تضعين فيه 2 أكواب من الماء، ثم تقومين بوضع ملعقة كبيرة من البابونج وكذلك ملعقة كبيرة من السالمية أو المريمية، ثم تضعين هذا الإناء على نار هادئة جدا وتتركينه إلى أن يصل إلى درجة الغليان. بعد ذلك تقومين بتصفية الخليط لاستخدامه في هذه الوصفة. في إناء آخر تقومين بوضع الحناء حسب طول وكثافة الشعر، وتقومين أيضا بوضع القهوة أو البن والبيض كذلك، وتقومين بخلط هذه المكونات باستخدام مغلي البابونج والمريمية. تقومين بخلطها جيدا حتى تصبح الوصفة جاهزة، وبعد ذلك تقومين بتطبيقها على الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف مع التركيز على مناطق تواجد الشيب المبكر أو الشعر الأبيض. تكررين هذه الوصفة لعلاج الشيب المبكر والشعر الأبيض وكذلك تطويل الشعر وتكثيفه وعلاج مشكل تساقط الشعر 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة إن شاء الله، والتخلص نهائيا من هذا المشكل الذي يسبب انزعاج وقلق شديد للعديد من السيدات.
كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بعلاج شيب الشعر، أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آرائك واستفساراتك حول هذه الوصفة، وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علاج شيب الشعر، هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. السلام عليكم حبيباتي، وأهلا ومرحبا بكم على قناة وصفه ناس زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم إحدى أقوى الوصفات التي ستساعدك كثيرا على علاج شيب الشعر أو الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا. ستحتاجين كمكون أول في هذه الوصفة الخاصة بعلاج الشيب المبكر أو الشعر الأبيض إلى المريمية أو السالمية، وهي تكون على هذا الشكل. فالسلمية أو المريمية تعد من بين المكونات المفيدة جدا لعلاج مشكل شيب الشعر أو الشعر الأبيض، وكذلك ستساعدك على تقوية الشعر وعلاج مشكل تساقطه وتقصفه. وستحتاجين كمقدار من المريمية أو السلمية في هذه الوصفة الخاصة بعلاج مشكل الشعر الأبيض إلى ملعقة كبيرة من مسحوق المريمية. أما المكون الثاني الذي ستحتاجينه أيضا لعلاج مشكل الشيب المبكر أو الشعر الأبيض فهو البن أو مسحوق القهوة. فهذا المكون فهو جد مفيد لتغطية الشعر الأبيض باللون البني، وستحتاجين كمقدار من القهوة أو مسحوق البن إلى ملعقة كبيرة من القهوة. فأيضا القهوة ستساعدك على علاج مشكل تساقط الشعر، وأيضا ستساعدك على تكثيف الشعر أيضا إذا كنت تعانين من مشكل ضعف نمو الشعر. أما المكون الثالث فهي الحناء، فالحناء أيضا تعد من بين المكونات المفيدة جدا والفعالة في علاج مشكل الشيب أو الشعر الأبيض في مدة قصيرة جدا. وستحتاجين كمقدار من الحناء في هذه الوصفة إلى 2 معالق كبيرة من الحناء، وإذا كان شعرك طويل وكثيف فيمكنك مضاعفة هذه الكمية بالنسبة للشعر الطويل والكثيف. أما المكون الأخير في هذه الوصفة فستحتاجين إلى البابونج وكذلك حبة واحدة من البيض. فالبابونج يعد أيضا من بين المكونات المفيدة جدا والفعالة في علاج مشكل الشعر الأبيض أو الشيب المبكر، وذلك لأنه يعطي للشعر الأبيض لون مغموق يشبه اللون البني، ولهذا فهو جد مفيد وفعال في هذه الوصفة. أما البيض فستحتاجينه لإعطاء القوة واللمعان للشعر، وستحتاجين حبة واحدة فقط من البيض في هذه الوصفة. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، وشكرا جزيلا لك. أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة. تقومين بأخذ إناء ثم تضعين فيه 2 أكواب من الماء، ثم تقومين بوضع ملعقة كبيرة من البابونج وكذلك ملعقة كبيرة من السالمية أو المريمية، ثم تضعين هذا الإناء على نار هادئة جدا وتتركينه إلى أن يصل إلى درجة الغليان. بعد ذلك تقومين بتصفية الخليط لاستخدامه في هذه الوصفة. في إناء آخر تقومين بوضع الحناء
حسب طول وكثافة الشعر، وتقومين أيضا بوضع القهوة أو البن والبيض كذلك، وتقومين بخلط هذه المكونات باستخدام مغلي البابونج والمريمية. تقومين بخلطها جيدا حتى تصبح الوصفة جاهزة، وبعد ذلك تقومين بتطبيقها على الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف، مع التركيز على مناطق تواجد الشيب المبكر أو الشعر الأبيض. تكررين هذه الوصفة لعلاج الشيب المبكر والشعر الأبيض، وكذلك تطويل الشعر وتكثيفه وعلاج مشكل تساقط الشعر 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة إن شاء الله، والتخلص نهائيا من هذا المشكل الذي يسبب انزعاج وقلق شديد للعديد من السيدات. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بعلاج شيب الشعر، أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آرائك واستفساراتك حول هذه الوصفة، وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.